أحبائي مشاهدي ومتابعي قناة أنفوتيك فان، مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة حول موضوع الساعة كورونا المستجد كوفيد-19. أود في بادئ الأمر شكر الأطقم الطبية الساهر على العناية بالمواطن المغربي، وكذلك الأمن الوطني الساهر على أسباب الأمن والأمان، والجمعيات والوزراء والبرلمانيون والشركات الخاصة والعامة وجميع الأفراد والمواطنين الأحرار الذين وقفوا وقفة رجل واحد وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للحد والقضاء على فيروس كورونا المستجد في بلد المغرب. ونحن كمواطنين مسؤولين وناضجين متشبعين بحس الوطنية والمواطنة، يجب علينا الانصياع للأوامر والنواهي التي من شأنها القضاء على هذا الوباء لكي لا ينتشر كالنار في الهشيم ويحدث ما لا يحمد عقباه. هاشتاغ خليك في دارك كي لا تقوم بتجوال في الأزقة المقاهي والأماكن العمومية إلا للضرورات القصوى فقط، ولا تكون عرضة للمرض ونقله لعائلتك وأصدقائك ومن تحب، ثم تفقد أحد أفراد أسرتك لا قدر الله. لأي استفسار يمكن الاتصال بالرقم الأخضر الظاهر أمامكم، كما يمكن التبليغ عن حالة محتملة عبر صاميم 141. ولضخ روحي للمواطنة والأخوة والتضامن، يمكن وضع تبرعاتكم عبر صندوق وفرته بنك المغرب والظاهر أمامكم في الشاشة. شكرا على مشاهدة هذا الفيديو، قم ببارتاج ليصل إلى أكثر عدد ممكن، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.